هنعمل ايه دلوقتي؟ طيب هنعلن ان شاء الله دلوقتي نتيجة المسابقة بتاعت اللقاء الشهري، وهنعلن دلوقتي الراجل المؤجل لازم؟ كانت النتيجة بعد فرز الأصوات 44 صوت مقابل 25 صوت لصالح الفارس البطل الفايز بالمركز الأول في مسابقة اللقاء الشعري أحمد عبد الرحيم حسن. ونحيي تحية كبيرة جدا 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 لصاحب المركز الثاني الطالب الممتاز اللي عمل أداء رائع محمود علاء. مسابقة كبيرة، مسابقة كبيرة محمود. جدا السادة المدرسين اللي ساعدوني في نفس الوقت.